اصل انا افهمكم الوضع ازاي يعني عامل كده. احنا بنضحك لان الاحداث سخنه جدا وسعيد عنده فرح لازم يلحقه، فهنحاول نلملم الاسبوع الخفافي ده اللي ما حصلش فيه احداث كتير قوي في حلقتنا النهارده. فثلاثي المنافسه على الدوري الانجليزي بيتقدم، سواء الفوز لليفربول على كريستال بالاس او تشيلسي على كوكي والتيشيرت موجوده اليوم، او مانشستر يونايتد امام ويست هام العنيد قوي. جوارديولا اللي ابتدى يمسك القرعه من دلوقتي امام تعثر قدام ساوثهامبتون، وجوارديولا الحقيقي ابتدى يظهر تاني ونفوز للمباراة التانية على التوالي امام بيرلي. في فطار ايضا من البايرن بالسبعة امام بوخم، ومن انتر امام بولونيا بالستة. مورينيو بيحتفل بالالفية الجديدة بخسارة اولى في الدوري الايطالي وولعة ما بين انتر ميلان واليوفي. اما في الليغا فتعثر اتلتيكو نتيجة ولاعيبة، والريال اللي بيفوز ويعمل ريمونتادا بثنائية العمر السنة دي والمفضلين لدى الجماهير فينيسيوس وبنزيما. اهو كل ده كوم وغضب ميسي على بوشيتينيو كوم تاني خالص. شكلك هتمشي يا فرغالي بدري قوي، ده اللي هنتكلم فيه في حلقتنا النهاردة. هنشوف ونرزع في ابرز ما حدث في الجولة الاوروبية. فاعمل لايك وسبسكرايب لو بتحب الحلقات دي ومتابعها كل اسبوع. اعمل لي كومنت عايز نزود ايه في الفقرة دي، عندكم افكار دايما احب اسمعها. تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، كل اللي انتوا عايزينه تحت في الديسكريبشن. في حلقه نزلت غلبانه كده الساعه 2:30 الفجر امبارح عن قصه يعني جيمي جريفز، ممكن حضرتك تتفضل تشوفها لو ليك نفس. يعني هو لاعب مش مشهور بس اتفرج على الحلقه مش هشرحها لك. شغل مزيكا يا استاذ حازم، شغل مزيكا، عايزين نلحق سعيد الفرح. خلاص يا عم الدي جي بقول لك عنده فرح. انا بيوكا رزيع في حلقه جديده من حلقات رزع اوروبا، واخدك على طول على انجلترا حيث فاز الكبار متصدرين الدوري الثلاثه اللي ابتداها ليفربول بالفوز بالثلاثه على كريستال بالاس بعد ان فازوا بالثلاثه على توتنهام الاسبوع اللي فات. فبغض النظر عن الخساره لازم نحيي باتريك فييرا اللي عامل يعني فريق يبدو ان هو فريق عنيد وجبار، فبيعمل مباراه حلوه جدا حتى يفك الشفره أعضاء ليفربول وكلوب اللي بيراهن وحتى الآن فايز برهانه. على الجبهة الدفاعية اللي الراجل بيجازف وبيلعب لأول مرة بدون أرنولد ولا روبرتسون لفترة كبيرة جدا، ومعهم دخول كوناتي العنصر الفعال اللي فكرنا شوية بيايا توري أو كولو توري في عزهم، نفس البنية ونفس القوة اللي متعودين منها. ولو بصيت على النجاح هذه الفقرة فيتمثل فيه ميلنر أكتر لاعب حتى لو مشوفتش الإحصائيات جاري بالنظر فقط إليه، أو تسيماكاس اللي دائما السنه دي مقدم مباريات ما تحسش قوي بغياب روبرتسون. ماني اللي ايضا بيحرز هدفه المئة رغم انتقادنا ليه، ولكن الراجل بعد يعني اصراره ان هو يحرز اداؤه بيتحسن ماتش عن ماتش. وبالمناسبه دي ماني اللي دخل التاريخ بتسجيله 9 اهداف متتاليه امام كريستال بالاس ليصبح الاول والاطول في التاريخ في تسجيل عدد اهداف متتاليه في فريق اخر. اما لو جينا لمحمد صلاح فمتعودين منه على احراز الاهداف، ولكن يقلع التيشيرت في مشهد متعودين من محمد صلاح عليه لما يكون فرحان بيه بزياده. فالراجل اللي في تاريخه مع ليفربول خد 4 كروت صفر منهم 3 بسبب قلع التيشيرت في احتفال اهداف، ولما ساله يورجن كلوب وده من اللي بحبه فيه اتكلم وقال انا نفسي لو مكانه هقلع التيشيرت. فاكرين ماتش مانشستر؟ انا كنت عايز اقلع التيشيرت ورا محمد صلاح، ومفهوم جدا وانا مسامحه ومبسوط باللي بيعمله. وطبعا المصريين ما سابوش بقى حته في جسم محمد صلاح، يقول لك ايه العضله اللي الجناح اللي طالعه له دي، ودي عضلة مش عارف ايه، يعني يا جماعة ما تحسدوش الوقت خلاص وانت ما تقلعش تاني. اما المضحك كان هدف كيتا، مش عشان الهدف مش رائع، الهدف اكيد تسديدة رائعة على اطار يعني كانتونا باحتفال كانتونا الواثق من نفسه جدا جدا جدا، وحتى لعيبة ليفربول قعدت تضحك على كيتا قالوا له يا عم اتنيل. في الاخر تقدر تقول ان جمهور ليفربول اللي قاعد يغني احنا معناش فلوس ولكن هنفوز بالدوري الانجليزي رهان لحد دلوقتي مخلي ليفربول في الصدارة، ولكن النهارده
النهاردة في مسج يمكن محدش خد باله منها. فالأحرز اليوم التلات أهداف هم نفس التلات لعيبة اللي هيرحلوا عن الفريق في أمم أفريقيا. فهل دي رسالة بتقول لكلوب إن مستواك الهجومي هيقل جدا وهيتأثر؟ كده كده ابتدى يتأثر بتياجو اللي نزل برضو وطلع مصاب كالعادة في نصف المباراة. أما عن اليونايتد اللي دخل مباراة أمام وستهام هنشوفها الأسبوع ده تاني في الكاراباو كاب أكنها إعادة سريعة كده. فيونايتد اللي بيتأخر جدا في الأداء وفي النتيجة بعد هدف من بن رحمة كان عالمي من لاعب عالمي إضافة مرعبة لمنتخب الجزائر. تخيل عندك منتخب بن رحمة على الشمال ومحرز على اليمين. فبعد أن أتى الهدف ابتدى يونايتد يلعب كورته، ابتدى يونايتد يظهر ويسجل كالعادة. مين غيره؟ كريستيانو رونالدو ليسجل ثالث مباراة لي في الدوري والرابع في مسيرته حتى الآن فقط مع مانشستر. ما تفهمش بقى الحراس بقوا يخافوا مثلا لما رونالدو يخش عليهم أو يشوط عليهم فبيتوتروا ولذلك رونالدو بيتوح له الفرصة ان هو يحط الاجوان السهلة دي، ولكن ده شيء ما تقدرش تقلل منه، ما تقدرش تقول ان رونالدو كمان كان ليه ضربة جزاء واضحة وصريحة كان ممكن يوصل فيها الى هدافي البطولة ويوصل للهدف الرابع. اما من اتى بالفوز فكان لينجارد ميسي يعني مانشستر يونايتد، الرجل اللي غلط امام يانج بويز واللي صلح غلطته امام وستهام بهدف رائع. وراهنك وانت بتتفرج على الماتش انك شكيت وقلت ان ده رونالدو مش لينجارد قبل ما يزومه ويشوفوا لينجارد هو مش مصدق نفسه فرحان واللعيبه عماله تقول له ولا لينجارد انت تعمل لنا حركات. فما لحقش يصلح قوي من غلطته حتى جاءت ضربه جزاء عن لوك شو تسبب فيها يعني المدافع اللي عامل موسم جيد، ولكن غلطه مويس وحنكشته ان هو ينزل مارك نوبل لاعب ما لعبش ولا مباراه، لاعب بارد جدا بلغه الكوره، لاعب بتحط كل الضغط عليه، عنده خبرات عنده ميزات تسديد ركلات الجزاء، ولكن اظن ان مويس ما تعلمش اي حاجه من منتخب انجلترا في اليورو بعد فضيحه ساكا وراشفورد وسانشو. يبقى نزل لي يا اخويا لعيبه تقول دول بتوع ضربات الجزاء دايما دول يضيعوا. ولكن المبهر كان عند دخيه اللي احتفل الفريق كله معاه ان هو جاب لهم الثلاث نقط وفضلوا في صداره ومنافسه قد تبدو مؤقته ولكن موجوده. دخيه اللي مش بس بيصلح النهارده المباراه ولكن بيصالح الجمهور ايضا زيه زي لينجارد بعد ضياع وعدم تصدي لاي كوره من ال11 في نهائي اليوروبا ليج العام الماضي، النهارده بيرجع يصد مره تانية. الاختبار الاصعب هيكون في خلال المباريات القادمه شهر العكننه، فالحد 6 نوفمبر هو القرار الامن لدى سولشاير مكمل ولا هتفلسع مننا. اما عن البلوز فبصداره في ارض توتنهام بفلوج سلمى عاملاه ينزل لكم بكره، سابت كل السيزون تيكتس اللي في انجلترا وراحت اختارت لي توتنهام، اهي بتشرب اهي 3-0 في اول مباراه. توخيل اللي نازل بيقول انا مش بهزر انا جاي العب كوره برغم المباراه كانت صعبه جدا، ولعب نونو اللي الى حد ما كان محدد كل قدرات تشيلسي ومفاتيح توخيل، ولكن بتغييره سحريه بخروج ماونت ودخول كانتي قدر اللاعب نفسه ان هو يسجل الهدف الثاني بعد ان احرز تياجو سيلفا الهدف الاول من ركله ركنيه ثم يضيف روديجير الهدف الثالث عشان يصبح الاداء الدفاعي هو اللي انقذ فريق تشيلسي امام توتنهام اليوم. وفيرنر لسه بيضيع انفرادات، لوكاكو ده لوحده ضيعها برده، ما حدش اتعلم حاجه، ما حدش بيتغير. فتشيلسي اللي يبدو مرعب بهدف واحد فقط استقبلوه من طريق ضربة جزاء، اهداف بتيجي بشكل مرعب، مباريات صعبة بتتعدى بشكل مريح. المكاسب اللي وصلت حتى كيبا الراجل النهاردة اللي شارك بدل من مندي اللي مش مفهوم هو ما شاركش ليه بسبب الاصابة او بسبب اسباب تانية، ولكن حتى ده بيطلع بكلين شيت. بنشوف توخيل يا جماعة الذكي جدا هو بيحضنه وبيديله الموتيفيشن والدافع ان هو يكمل وبيقدر يستخدم اي لاعب وابرز دليل الونسو. اما عن السيتي اللي بيدخل مواجهة ساوثهامبتون بوش التاني بوش اللي ما بعرفش اسجل ست اهداف زي ما سجلت امام لايبزيك الغلبان، ولكن امام الفرق اللي بتعرف تقفل لي زيها زي توتنهام اللي خسر قدامها اول مباراه بيتعادل قدام ساوثهامبتون الشجاع تحت المدرب اللي دايما معجب بيه رالف. لو شاطر انت تقول رالف ايه بقى في الكومنت تكتبها صح بالعربي لو شاطر. فجوارديولا اللي مراهن على المهاجم الخفي عنده وبنفس الفكره بعد فشل هاري كين النهارده الراجل بيشوط شوطه واحده فقط في خلال 96 دقيقه على ملعبه امام ساوثهامبتون. فهل الازمه الشهيره دي هتفضل تتكرر بعد علامات استفهام كتيره ايضا جوارديولا بيتحط فيها بسبب نتائجه وبسبب اللي بيعمله ده؟ واحد زي ستيرلينج النهارده بعد ما فيران توريس كان بادي بدايه عظيمه بتقرر تطلعه وتجازف بستيرلينج؟ واحد زي محرز اللي عليه ايضا علامات استفهام كتيره جدا، الراجل ده لحد النهارده ليه ما بيلعبش بشكل اساسي؟ عايز اعرف رايكم يا رزيع، هينجح جوارديولا في الاخر يقلب الترابيزه زي ما قلبها السنه اللي فاتت ولا الظروف كانت مساعداه والسنه دي الوضع مختلف؟ واحنا بقينا في المركز ال 13
عشان الحسد محدش حاسس بينا محدش بيبص علينا. واحد صفر واحد صفر كلين شيت كلين شيت والدنيا حلوه. مش بيرني ده يا حبيبي اللي كنت بتقولوا عليه صعب ومش عارف ايه اوكي اباهم قلت لك انا التوميوسو مع جابريال الرائع مع بين وايت اللي لعب النهارده بقمه التحاماته قصاد لعيبه صعبه جدا الطلوع معاها والنط فيها. قلت لكم شكلنا حلو واحلى رامز ديل قلت لكم الواد ده يعني منيل ولكن هو شغال معانا لحد دلوقتي بيقدر ان هو يريح لينه تماما ويبقى الحارس الاول حتى الان. وارتيتا اللي بيديله الفرصه واللي بيعجبني اكتر هو شخصيته الحقيقه. فاللاعب بنشوفه اكتر من مره تحس ان هو كابتن ارسنال بيدافع عننا بيروح يتكلم مع الحكم عنيف جدا في تدخلاته على طول بيزعق وده في حد ذاته شيء جيد. لكونجو اللي اتكلمنا عليه ان هو مش عنصر خبره يرجع النهارده بارتي بتشوف الفرق. الامان الكرياتيفيتي الكبيره اللي ارتيتا قدر يعملها بالميكس بتاع اوديجارد جنب سميث رو. هتقولنا توتنهام هتقولنا توتنهام انا مش قادر استنى بقى لعب ويمبلدون في الكرباو انا عايز اخش على السبت ولا الحد اللي جايين واخش على الديربي ده وانا نفسي مفتوحه كده. شفت انت يالا فاول اوديجارد يالا مين كان عندنا بيسجل فاولات بقاله زمن. نخش بقى على برايتون على كريستال بالاس على استون فيلا والدنيا تحلو قوي 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 معانا. ولو انتقلنا من انجلترا وسافرنا عبر القارات فهتلاقي ان في المانيا في خناقه عارف لما تعدي في وسط مشرحه. البايرن كان واخد بخهم على جنب في بخهم وزنقهم لمؤاخذه. مش جديد على البايرن اللي بيعمله ولكن سانيه ده جديد عليه تألق غير طبيعي في اخر 5 مباريات. الراجل بيقدر يعمل 4 اسيستات وبيسجل 3 اهداف عشان يطمئن جماهير البايرن على صفقه طال انتظارها انها تنفجر. اما عن ليفا فهتقول لي يا سجل يا سري ايه الجديد يعني؟ اقول لك لا النهارده بيكسر ريكورد صغير كده. المباراه 13 على التوالي ليفاندوفسكي يسجل في الدوري الالماني ليكون الاكثر في تاريخ البوندسليجا ويكسر رقم مولر ويكسر ايضا رقم هاينكس اللي كانوا واقفين هما الاثنين ب 12 مباراه على التوالي. هو البايرن عموما مش حلو يا جماعه 5 ماتشات 31 جون ابعدوا عنه اللي قابله في عارف اللي هو ايه يا رب ما يبص لي يا رب ما يجي في وشي عشان هو دلوقتي هايج ومايج بعيد عنا. اما في ايطاليا قبل ما نخش على الليجا ونختم بيها فايضا الوضع رائع هناك والدنيا سخنه قوي. ويا جماعه بلاش على اليوتيوب تبقى قاعد بتتفرج على الماتش كده وتفتح الموبايل ولا اللابتوب على اليوتيوب وتديها بقى ولا يقطع ولا يقول لك مش عارف ايه عظيم بصراحه. فالانتر اللي بيفوز على بولونيا بنتيجه ايضا 6-0 نتيجه كبيره قوي وشغل الى حد ما مستقر جدا مع انزاجي. فانزاجي اللي بيلعب 5 مباريات بيفوز ب3 ويتعادل ويخسر في مباراه واحده بيسجل 15 هدف وبيخش فيه 5 تجوان ولكن الوضع مستمر ومستقر جدا. ولكن الاحلى اللي مش قادر امسك نفسي عليها هو التيشيرت اللي لعبوا بيها بصراحه يخرب عاملين 3 تيشيرتات حلوين. طب احنا هنضيع فلوسنا على تيشيرتات الانتر واحنا اصلا ما بنشجعش الانتر؟ ده ايه التيشيرت العظمه دي على لوتارو حلوه على سكرينار ايضا المدافع شكلها رائع. هي بصوا ياخدوا جايزه افضل مصممي تيشيرتات هذا الموسم الانتر بغض النظر عن النتيجه خالص. اما عن الكوره بقى فهم بيستغلوا ايضا تعادل كان مثير جدا في ملعب اليوفي مع اي سي ميلان اللي كانت بتنافسهم على الصداره وبتقف عند ايضا 10 نقاط بالتوازي مع الانتر. فمباراه بعد ان تقدم فيها موراتا ابتدى اليوفي يتراجع اكنه بيلاعب يعني البعبع الكبير اللي سبب ان ميلان تركب المباراه. مش بس انا اللي بقول لك كده ده اليجري نفسه اللي صرح في الاخر بعد ان تعادل ريبيتش في الدقيقه 75 بعد يعني احتلال الساحه. الراجل نفسه قال لك الحمد لله ان الحكم صفر لان لو ما كانش صفر كان زماننا لابسين ايضا الهدف الثاني. فتعادل بطعم الفوز يمكن لليوفي اللي ما زال حتى الان لم يفوز بولا مباراه في الدوري. مركز 18 اكيد هيطلع من الكبوه دي ولكن التوهان العام واضح وصريح في الفريق ربنا يعينه. اما عن الميلان فلازم يشكر بعد مباراه دمويه كانت امام ليفربول في الانفيلد ومباراه عانيت فيها بدنيا لاي حد يلعب الفريق ده فشابوه على النقطه اللي ايضا تعتبر مكسب وضمان المنافسه على الدوري. اما عن مورينيو فبعد احتفال مجنون في مباراته الالف الواحد يخسر على طول من هيلاس فيرونا 3-2 ومش مشكله خدنا السكسي وخدنا اللقطه نبتدي نعد نقاطنا اللي هتروح يا عم مورينيو. ولكن ايضا بيقف عند 10 نقاط وما يستغلش الفرصه انه يتصدر الدوري. ولكن لو بصيت اللي هيتصدر الدوري غالبا النهارده بالليل عشان انت بتشوف الحلقه يعني تاني يوم فهم نابولي مع سباليتي بالاداء العظيم والشكل المرعب امام اودونيزي النهارده. واستنى صحيح بقى لما نشوف بلوت عم ميسي قبل الليجا واقول لك ان سيبك من ماتش خالص اللي حصل ما بين باريس وما بين ليون قمه الدوري الفرنساوي على الليج هو اسمه كده. فالمصيبه كانت عند ميسي اللي شارك ايضا في مباراه من اولها مع نيمار وعم مبابي وخد ماريا كمان عشان العب باربعه
مهاجمين صراحه ما بيرجعوش هم الاربعه، فبيقدر ليون يحرز الهدف الاول ويتقدم على فريق باريس اللي بيقدر يتعادل من ضربه جزاء وميسي في الملعب نيمار بيخش يشوطها. الكلام ده يعني ده لو ميسي مثلا هداف دوري وماتش كسبانين في اربعه فهو بيمسي على واحد زي ما مس على سواريز ماشي، ولكن الاثنين في الملعب وميسي محتاج اول جون فتقوم مخلي نيمار يعني لا حول ولا قوه. هو الموضوع يا جماعه جليتش، انا قايل لكم من زمان لابس 30 دي جليتش، ان المدرب يشوف ان هو متعادل 1-1 فيقرر ان هو يخرج ميسي، ده في حد ذاته هطل وتخلف. سيبك من ايكاردي جاب جون وكسبه 2-1، انت بتعمل ايه يا بابا؟ هو انت انا فاكر وهاري كين ولا سون مع احترامنا ليهم يعني، ده لعيب ما بيتغيرش غير بالاتفاق معاه ان هو محتاج يريح، مش انك تخرجه وترجع تلجلج في المؤتمر الصحفي بعد ما الراجل يعني بص له بصه وهو خارج له انت عبيط ما رضاش يسلم عليه. طبعا مش صح قوي من ليونيل ميسي، ولكن الحجم بتاع اللعيبه دي لازم تعرف تتفاهم معاها، وهو ده اللي اتكلمنا عليه وقلنا على بوشيتينيو انه صعب جدا التاقلم مع كم من النجوم دول. فليكون زيدان قاعد في البيت بيتفرج على ماتش باريس سان جيرمان وهو بيتجهز نفسيا عشان يقود السفينه دي، ولا مجرد كلاش وبوشيتينيو هيتعلم من ألم ميسي اللي ما عدهوش من اول تغييره. اما لو ختمنا بالليجا فهتلاقي المبهر هو فالكاو، الراجل اللي بيعلن عن اول مبارياته وقدومه مع ريو فاليكانو، فبينزل الهداف الاسطوري في الدقيقه 71 ليحرز هدف في الدقيقه 81 بعد 10 دقائق فقط ويقول ما زلت فالكاو بتاع الليجا. اما عن فالكاو كان بيلعب فين؟ في اتلتيكو اللي تعثر مع بلباو بشكل يعني اثار جدل ورعب حوالين الليجا اللي ابتدت تلعب تحت ايدين سيميوني. فبعد خساره نقطتين خسر ايضا لاعبين، جريزمان اللي نزل من الملعب وابتدى الجمهور يزوم عليه وهو الجمهور صاحب اتلتيكو نفسه، او جو فيليكس الراجل اللي تسبب في كارت احمر بعد يعني ما اعترض على الحكم بعد قراراته فقال له انت مجنون، قال له انا مجنون تعال نشوف مين اللي مجنون بره، طلع لي بره واداله كارت احمر عشان يطلع بره اللقاء. ولكن لو تسالني اقول لك ان جواو فيليكس لازم يكون بيشكر الحكم ده جدا جدا، تقول لي يشكره بعد ما طرده؟ اقول لك بسبب انه ما قالش في التقرير بتاعه ان هو قال له ان هو مجنون، لان لو كان كتب المعلومه دي كان ساعتها جواو فيليكس هيتعرض ل 14 مباراه ما بين بقى 12 ل 10 في الحدود دي من وقف المباريات. فاحمد ربنا انها جت على مباراه واحده او مباريتين يعني، ونقطتين بيضيعوا منك في لقاء الليجا. اما عن الريال اللي رفض تماما ان هو يضيع اي نقاط بعد منافسه شديده جدا مع خصم عامل احلى شغل في الدوري، ففالنسيا مع بوردولاس بالشكل الدفاعي اللي كنا متعودين منه عليه في الليجا النهارده الراجل بيعمل كل اللي عليه، ولكن مباراه بعنوان الاصابات. ففي اول اللقاء بيتعرض فريق فالنسيا لاصابتين في اوائل الماتش ابرزها كان سولر هداف الفريق. اما عن مدريد فايضا بيتعرض الى اصابه مهمه جدا للاعب غير محظوظ ونتمنى انه مسيرته ما تكونش كلها بالشكل ده، وهو كارفخال اللي بيطلع ايضا في خلال 25 دقيقه. ففاسكس اللي بينزل وكالعاده نحط له حجه انه مش مدافع ويغلط غلطه كبيره تتسبب ان هوجو دورو يحرز الهدف الاول لفالنسيا، والماتش خلاص داخل على فوز فالنسيا وصداره الليجا في مفاجاه كبيره، الا ان خبرات انشيلوتي لم تستسلم، فالراجل بيشارك اربع تغييرات هجوميه وبيجازف جدا، فنزول كامافينجا ونزول يوفيتش كمهاجم ونزول ايضا رودريجو، حتى اسكو بيجازف بيه وبينزله، وبالفعل بيفوز ولكن بيفوز بالعناصر اللي دايما بتكسبه، فثنائيه بنزيما وجونيور اللي بيتسببوا هما الاثنين في اسيستات لبعض وهدايا لبعض، جونيور يبتدي وبنزيما يختمها 6 اهداف و5 اهداف والدنيا ماشيه ناريه مع الثنائي دول. وبالمناسبه لو بصيت على اهداف ريال مدريد هتلاقيهم 15 هدف سجل بنزيما منهم 6 وصنع 5، ورودريجو اللي سجل 5 وصنع اسيست، فمعظم الاهداف جايه عن طريقهم. وتعليقنا الاخير لازم يكون على كامافينجا، لاعب اللي جمهور مدريد عمال يقول انا وقعت على بيضه ذهب، كل لما بينزل كل لما بيشتغل كل لما بنكسب كل لما كان فعال كل لما بقينا مبسوطين، فهل يكون فعلا البديل الذهبي لعم مودريتش لجمهور مدريد السؤال ده ومبسوطين ومتكيفين قوي منه حتى الان؟ سيبوا لي رايكم في الكومنتات وسيبوا لي رايكم في الحلقه كلها لو عجبتكم يا رزيعه، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفتحوا تنبيهاتكم لان الحلقات بكره ناريه. تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوها تحت في الديسكربشن، وكفايه رزع قوي لحد كده كفافي خالص دي يا عم سعيد.